سلام الغزالة ديالي، كي دايرين في الحالة دابا؟ كنتمنى عمركم تكونوا احوالكم على خير وبخير. ومرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله نهجات الوليدات ديالها. غنحضر معكم اجمل كيك تركي اللي كيقولوا ليه اليان كيك. اليان كيك يعني هي الكيكه البكايه، مسكينه كتبكي ما عرفناها مالها، ما عرفتش شنو عطاو الاسم يعني اليان كيك. لحقاش ربما كتكون حنا كنقولوا في المغرب الكيكه اللي كتكون سارده، الكيكه اللي كتكون يعني مسقيه. اليوم انا وليداتي غنديروا لكم كيكه كيف ما كتعرفوا ان الوليدات ديالي كيبغيو امير باكن باكن كيبغيو يدخلوا الكوزينه، كيبغيو يديروا هذه الاشياء ديال الكيكه. واكيد خصنا مساكن نفرحوهم مع دابا كاين غير العطله، نحاولوا ندوزوا معاهم نهار زوين بما اننا انا وليداتنا يا عبد وليدات الله يخليهم ليها. وقولي ما عندهاش وليدات لها لا يفرحها من هذه الفرحه ان شاء الله، والله يستر عليها والله يرزقها الذريه الصالحه الا كانت فعلا غتكون ذريه صالحه. المهم الكيكه اش كنحتاجوا المقادير، المهم غير دو لينا قبلوا علينا انا جات وليداتها. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا الغزلات ديالي امين هذيك السويله كيكني احتياج مزبار شيكه اون دي مرطا كنحتاجوا لدابيت لا عندو مانوشي يموتا وش انا كاش يموتا ايش وش انا يموتا كنحتاجوا ثلاثه البيضات امير هذه سانك يموتا كنحتاجو ثلاثة البيضات وكنحتاجو الكأس ديال السنيدة وكذلك كأس لاروب إلى ربع ديال الزيت العادي وكنحتاجو كذلك جوج كيسان ديال العنب اللي هما ديال الفورص وكنحتاجو هنايا عندي هنايا الكمارات وعندي هنايا شكر سكر ديال الفانيلا. اول حاجه كيف ما كتشوفوا انه البيض راه غسلناه دينا كنفقعوا فيه كندينا فقصوا فيه افيرين سنا برافو شتي تبارك الله اميره اش كيدير كيموت على شي حاجه ديال الكوزينه انه جا عندي وقال لي ماما واش نديرو كيكه اليوم قلت لي اكيد وليدي الا بغيتيها نديرها لكم جيت بغيت نديرها وجدت المقادير وكلشي في الاخير فاش شفت لقيت بان الخمارات ما كاينينش مشيت عند عدو السير جيت مع طفلتي وجيت للدار ماما غير قراد لينا تمام تمام الينا سيم غنضيفو مع غنضيف الكاس ديال السكر كيف ما قلت لكم نعزو ونغرسو الثقه في النفس في وليداتنا كي الحوايج كيخليهم يعتمدوا على النفس ديالهم ميكستاب وغنضيف واحد الكاس هذا غنعمرو بالماء بحال هكايا كاس الى العروب وغنضيف عليه واحد الملعقه ديال نسكافيه كتعجبني الكيكه ديالك تكون فيها البنه ديال نسكافيه كتجي زوينه كنضيف بحال واحد المعلقه ديال نسكافيه نزيد واحد النص كنرشها بالزيت زعما أنا بتاني دكتور دبليا. أنا بلي دكتور دبليا. تمام أوصل شو؟ وعدين دوبوها يعني في الماء. الماء القديم نسكافيه ندوبوها مزيان في الماء. You go check. ومن بعد غنضيفوها على الخليط ديالنا. أمير هو خدام. غنزيدو الساشي ديال فانيلا اللي عندنا. هاد الكيكه البنات كتجي رائعه كتجي فنه كتجي كتحمق ولذيذه لذيذه وكتجي رطبه وهشيشه كتجي كتحمق وغنضيفو كذلك واحد من الكاكاو المسوس ولا من كاوبيل اللي كان عندكم في الدار غنضيف واحد جوج معالق نتوما هذا كنديرو على حساب اللون نتوما واللون اللي بغيتو
لا بغيتي اللون اللي كيكون اسود النيس كديرو الشوكولا سبع امير كرشون. غنخليو كيف ما خلينا تقريبا واحد جوج معالق هاي الكرشر مع شنو بنو اكليجات من داش من الزجاجه كرشر جات درنا واحد جوج معالق ديال الخميره اللي قدنا في الاخر ضفنا عليها الخماره وحتى كيساعد ان الكيكه كتجي لينا طالعه. هذا من اسرار ديال النجاح ديال الكيك انا عندي فران ديجا انا نسخته مسبقا على درجه ديال 170 ودرتها في درجه ديال 170 ومن الفوق ومن التحت لحقاش عندي الفران ديال الضو. المهم نخليهم يخلطوا وغادي ندوز ندير هنايا الزيت كما كتشوفوا راه كيك النص ديالها كتمشي غير في الكرش ديالو. حتى حنا فاش كنا صغار كان كيعجبنا اننا ناكلو الكيك اللي كيكون خضار. الوليدات هما هادو شوف واش كيدير شي خرج كدير نيدا نابيون تشكي نوضنا ما شوفوا البنات واحد الملاحظه اخرى نيدا بيكلار اني جنبك فيديو قولوا لي باك بيكلار الكيك من الى بغيتو ما خلطوه في اتجاه واحد ما تضيفو خمار في اتجاه واحد الى خلطوه في اتجاه وعاودتو في اتجاه الاخر الكيكه كتفص لينا وما كطلعش وحتى ما تشوف كيجي على هذا الشكل يعني صافي القوام ديال الكيك ديالنا راه مزيان. دابا غنضيفو غادي نخبيوها. المهم انا كنخدم غير بيدي نحاول ما نخلي حتى شي حاجه في هاد لا تمام هاد البانيو ديالنا ولا هاد الطاس تمام يا ما لا يا تمام شوفي ديري لي محنيني اني بنا ني بحال زهره فكت طوال ومن بعد غادي نشدو هاي البدايه تاع نشدو هذا باش كتجي لينا الكيك ديالنا مقادة من الفوق. دابا غدا جات الكيك ديالنا غنديرها في الفران باش غدا طيب. المهم انا كنديرها في ديك التحتانيه كاع يعني شي وحده غير اللي فوق منها وكنخليها على هذا الشكل لمده تقريبا 35 حتى 40 دقيقه وهي كطيب لينا. الكيك صافي غدا نكمل المقادير غير انا بوحدي لحقاش الدراري كيف ما شفتوا بداو كيتعاقروا مع بعضياتهم واحد باغي ياكل واحد باغي يلعق واحد باغي ما عارف شنو يدير وقلت لهم يلا سيروا عليا ما بغيتش فهمتوش ما بغيتش ديروا عطيتهم واحد شي حاجه اللي يلعبوا بها
ايوا جيت دابا غنكمل انا راسي باش نكمل الخطوات. دابا غندوزو نحضروا الكريم. اش عندي؟ كنحتاجو واحد الكاس ديال الحليب اللي كيكون بارد مزيان في الثلاجة باش ملي كنديرو الكريم شانتي كيعقد لينا مزيان. المهم بحال هكا. ورشة صغيرة عندي ديال الكريم شانتي، غادا نخويها كاملة. بعد ما طربت الكريم شانتي ديالي على هاد الشكل ولا عاقد، دابا غنغطيه بواحد الكيس بلاستيكي وغنديرو في الثلاجة. نيت يعني عقاد ملي كديرو في الثلاجة كيزيد عقاد، كيزيد يجمع راسو مسكين راه مرخي. باش نحطوه من الكيس ديالنا كيبقى يعني هو هذاك ما كيتبدلش. المهم غنديرو في الثلاجة. ودابا غندوزو نيت بما كيكطات لينا هو في الثلاجة. غندوز دابا باش نحضروا لاصوص. نزيد التليفون. غنحتاجو بحال هكا واحد الطنجرية صغيرة، وغنضيف واحد الكأس ديال الحليب. وعندي هاد البنات الناس اللي في تركيا كاين كيتباع هنايا في جميع المحلات التجارية، تشيكولاتة صوص، تشيكولاتة صوص. والناس اللي في المغرب الا ما كانش عندكم هاد الشوكولات هاد لاصوص ديال الشوكولات، تقدروا ديروا كريم شان هذاك شنو القشده الطريه وكتضيفوا معاه كديروه على البوطه وكتذوبوا فيها الشوكولات اللي هو اسود عادي اللي كيكون مربع عندنا في المغرب، وكحتى كيدوب يدوب يدوب كتخليه حتى كيبرد وكديروه فوق منها يعني يا هاد لاصوص ديال الشوكولا ولا القشده الطريه مع القشده الطريه مع الشوكولاته السوداء. هنايا كنضيف واحد جوج معالق ديال لاصوص هذا اللي عندي هنايا، لاصوص ديال الشوكولا. وغادي نشعل عليها البوطه وغادي نحرك مزيان. المهم على بوطه خاصها تكون مهيله، وحتى كنبقى نحرك وانا نستمر في التحريك باش ما كتلصقش لينا وما تكورش لينا هاد لاصوص وما كتعقد وما كتحركش لينا. غنبقى نستمر حتى كنحسوا بها راه عقدت وكتبدا تطلق بحال شكل عيونات كدير بق بق بق، صافي كتعني بان لاصوص ديالنا راه واجد. المهم انا نستمر على التحريك. درت فيه هاد الطبيس العدي باش دغيا يبرد ليا، وغنديرو في الباركو عدي ونحط المره ونخلط فيه باش دغيا يبرد من ندير الكيكه يعني نخليها حتى هي كتبرد ونزوقها ديالي. وهذه هي الكيكه ديالي بعد ما طابت ليا. كتشوفوها كي جات زوينه رائعه، كتجي حتى مقاده وكتجي حتى كطالعه كيف ما كتشوفوا معايا. دابا عاد نخليها تتحيد منها غير داك السخونيه ديال الفران، وديك الساعه غندير لها السقوى من الفوق. من بعد ما خلينا الكيكه ديالنا واحد 5 دقائق تحيدت من داك السخونيه ديال الفران باش ناخذنا على الحليب ما غاداش تعجل لينا. كنحتاج لواحد الكاس ديال الحليب. الناس اللي عزاز عليهم نسكافيه تقدر تضيف نسكافيه لهادي وتسقيها حتى هي كتجي رائعه. المهم غنضيف الحليب بحال هكا كاس، غنبقى غير بشويه غنسقيها من الفوق مزيان على هذا الشكل. كتجي لينا ساده، كتجي زوينه، كتجي مسقيه، كتعجبني انا الشكل كتجي مسقيه، كتحسي بها كتجي هشه ورطيبه وكتجي بنينه. خلينا شربت هذاك الحليب، دابا غندوزو غنضيفو عليها كريم شانتي. عينكم وميزانكم وانتم كتعرفوا القد اللي بغا نديرو.
انا نزوقها بيت كريم شانتي ولا شطت لي شي حاجه، اظن نديرها في الفريكو، نزيد عليها غير شويه الشوكولات نديرها في الفريكو بحال شكل لي كلاص كتولي بحال كلاص كتعجب الدراري. الكيك ديالنا كتشوفوا شد راسو الكريم شانتي شد الراس ديالو. عاد دابا غندوزو غنضيفو هاد لاصوص ديال الشوكولا. خدمو الورقة شكل كتجي بحال هكا البنات. وهاد القناه حتى من الاخر لحقات غادي نحل هاد هذا ديال الكيكه، وهاديك الساعه غنشوفوها كي دايره كتجي، يعني ما دوش على الجناب دابا من الاخر كنعاودو نقادوها وغنديروها في الثلاجه تنرجعوها لمده تقريبا، يعني نخليوها كيف ما قلت لكم الا درتوها يعني في الليل خليوها في الصباح، خليوها كل ما بقات مده في الثلاجه كل ما بقات احسن، كتزيد داك الشوكولا كتزيد يعني كتقصاح وكتزيد انها كتشد بلاصتها. المهم انا غندير دابا في الثلاجه. الاعزاء ديالي المشاهدين، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم كان نال الاعجاب ديالكم، والكيكه تجربوا ان شاء الله، واللي جربها وناوي يجربها بالصحه والراحه من دابا. الدراري ديالي راه كيتسناو كيلعبوا مع بعضياتهم كيتسناو يعني عن صبر خلوها باغيين يذوقوا من الكيكه، كل مره كيجيو يطلعوا عليا واش وجداش ولا ما وجداش، كنقول لهم مازال ما وجداش. ودابا غادرت الكيكه في الثلاجه غتبرد وغادي نخرجهم للبارك نلعبوا واحد شويه، وهذيك الساعه غنجي غادي نقطع لهم الكيكه وان شاء الله في الاخر غنخلي لكم يعني مع قطعه طروفه الشكل ديالها كيفاش كيجي. كنتمنى انكم تجربوها كتجي رائعه. والسلام عليكم، وما تنساوش ديروا لايك ولا مشاركش في القناه يشارك فيها باش يتوصل لكم ما هو جديد، وكنبغيكم بزاف والسلام عليكم.